عين ميداليه متنوعه حصل محمد سامي ميشو سباح النادي الاهلي على كاس احسن سباح برصيد 11 ميداليه ذهب وواحده برونز زي ما قلت لكم في الخبر اللي فات، وكمان توجت هانيا مورو بكاس احسن سباحه وبرصيد 4 ميداليات ذهب واثنين فضه. وكمان قالت رانيا علواني ان هي سعيده جدا بتطور مستوى السباحه المصريه، خصوصا طبعا بالنسبه للانسات، مشيره لان نتائج البطوله الافريقيه دي اهم دليل على تطور السباحه في مصر. كان في بقى النهارده مقال مهم جدا اتنشر، والمقال ده في عنوانه بيقول وسيذكر التاريخ انها عائله الاهلي. معانا دلوقتي استاذ ايمن بدره، مساء الفل على حضرتك. مساء الخير يا استاذه شيما، ازي حضرتك؟ منورنا في كلام في الميديا. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين الاعزاء. التاريخ هيقول ايه بقى عن عائله النادي الاهلي؟ اولا التاريخ هيقول ان احنا في مرحله يعني فارقه في مشوار النادي الاهلي العريق. النادي الاهلي باعضائه بادواته بقيمه بمبادئه بيعمل منظومه اعتقد انها هتكون بمثابه نموذج يحتذى به في الرياضه المصريه وربما في امور كثيره من جوانبنا الحياتيه. مسألة إدارة الحوار، مسألة التلاقي، مسألة الاستماع إلى الآخر والمناقشة والانحياز لرأي الأغلبية. الموضوع دستور النادي الأهلي، وأنا بحب أسميه دستور النادي الأهلي، الحقيقة بصرف النظر عن شكل المواد وعن ما يعني ما سيتضمنه هذا الدستور اللي سيطرح للاستفتاء من اعضاء النادي الاهلي يوم 28 سبتمبر الحقيقه، لكن لما ننظر الى عمليه اداره الاتصال ما بين شرايين النادي الاهلي في كل مكان، كل الاهلاويه شاركوا، كل رموز المجتمع بيشاركوا، ازاي مجلس الاداره قدر يرسم يعني هذه الخطوات وهذه الشبكه من العلاقات ومن الاتصالات والانفتاح على كل أعضاء النادي وعلى رموز المجتمع، ورش عمل، فتح المجال لأعضاء الجمعية العمومية لقراءة مشروع اللائحة اللي كان مكتوب عليه الحقيقة نسخة للمناقشة، ودي جملة لازم الناس تتوقف عنها. صحيح صحيح، يعني الحقيقة لما مجموعة الخبراء وضعوا هذه النسخة للمناقشة هي ليست قرآنا ويعني معاذ الله، وليست يعني مجال لانه مجلس الاداره ينحاز اليها انحياز سافر، والنتيجه اللي احنا شايفينها انه حوالي تقريبا نقترب من 50% من المواد التي طرحت في هذه النسخه للمناقشه تم اقرار تعديلها وفقا لما يعني اعلنه المسؤولين. الحقيقه الكابتن محمود صحيح الخطيب. كابتن محمود الخطيب ادى درس في الديمقراطيه. طبعا الكابتن محمود الخطيب فتح كل نوافذ التلاقي مع كل اعضاء النادي، مع كل رموز المجتمع. مجلس الاداره الحقيقه كان حريص، كنا بنحضر يعني الحقيقه ورش عمل في الاعلام، شفنا المثقفين والفنانين، صحيح، شفنا الرواد في كل فروع النادي الحقيقه، صحيح. واداره النادي الحقيقه برضو على راسها الاخ العزيز العميد محمد مرجان في تواصل. المساله اللي خلت انه يبقى فيه حتى بعض الناس اللي كانوا مختلفين مع هذا المجلس في الانتخابات الاخيره بيدخلوا بكل اريحيه، عندهم يعني حب للنادي، وهي دي العائله، ده روح العائله اللي يعني يجب ان يسود، بغض النظر عن طبعا ان في ممكن يبقى فيه في بعض افراد العائله بعض الناس خلاص مختلفين اختلاف كلي وجزئي، ودول اهلا بيهم، مش هينفصلوا عن العائله ولا كبير العائله هيسمح بان هم يبقوا بره اطار العائله، نختلف فكريا لكن نلتقي على حب هذه المؤسسه أكيد طبعاً العريقه طبعاً الكبيره النادي طبعاً الاهلي. ان شاء الله باذن الله يوم 28 سبتمبر هيكون يوم فارق في الرياضه المصريه، وان شاء الله باذن الله الاهلي بادواته برجاله بقيمه بمبادئه هيعمل نقطه تاريخيه في هذه العمليه الديمقراطيه. أكيد إن شاء الله. بشكرك جدا أستاذ أيمن بدر رئيس تحرير جريدة أخبار الرياضة، نورتنا في كلام في الميديا. معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا.